الشركات التقنية مستمرة في الاستثمار بسوق الأجهزة اللوحية سنة بعد سنة. هواوي واحدة من الشركات المنافسة بجدية في هذا السوق، وتبهرنا بأجهزة قوية تغري المستخدم عن التخلي على الحواسب المحمولة والانتقال لاستعمال أجهزتها اللوحية. الأخيرة تطورت بشكل ملحوظ ونضجت بطريقة تجعلها أكثر مرونة وسلاسة في الاستعمال المحمول مقارنة مع أجهزة اللابتوب. على هذا المنوال نجد ميت باد برو، أحدث تابلت أصدرته هواوي مؤخرا، فليستطيع حل المعادلة الصعبة بالحصول على أداء وأجمل تصميم بسعر منافس. لنرى معا في رأي رقمي. التصميم: أجهزة هواوي بمختلف أنواعها معروفة بالبساطة والفخامة، وميت باد برو ليس استثناء. الهيكل المعدني ذو اللون المطفي والممتد من كافة الظهر حتى الإطارات يعطي للتابلت أناقة وفخامة، مع إحساس واضح بمتانة الجهاز وتحمله للخدوش والصدمات غير المقصودة. زوايا الجهاز ليست حادة بل دائرية، وهذه نقطة جيدة من عدة نواحي. بالموازاة أن مظهر الجهاز يبدو أكثر عصرية. هذا النوع من الزوايا أيضا يحد من خطر السقوط ويمتص نسبة الخسائر ولو بنسبة قليلة. في الخلف، وحدة الكاميرات الدائرية من الأمور التي تلفت الانتباه في التابلت. تصميم جميل ويصب نقطة إيجابية لهواوي عدم اتباع ترند الكاميرات المربعة، ما يصحبه تشابه كبير بين الأجهزة وانعدام الهوية الخاصة بكل شركة. بالأمام، الشاشة تغطي كافة الواجهة الأمامية تقريبا، مع حواف نحيفة جدا تحيط بها. الزاوية اليمنى في الأعلى جاءت مع ثقب صغير يمثل الكاميرا الأمامية. يظهر بشكل واضح أن الشركة تحاول منح المستخدم أكبر مساحة ممكنة للتعامل مع الشاشة والمعلومات المعروضة عليها دون أي أجزاء شاغرة بدون سبب. ما لمسناه من فخامة وأناقة في التصميم والمصنعية لم يؤثر البتة على وزن الجهاز، بل بالعكس، الوزن الخفيف من خصائص التابلت. الشركة على علم بأن الفئة المستخدمة أغلبها طلاب ورواد أعمال وأيضا صناع محتوى، ويحتاجون للتنقل بكثرة دون أوزان زائدة تعرقل مسار الروتين اليومي. لذا قدمت للمستخدم كل ما يحتاجه من جسم لا يتجاوز وزنه 449 جراما. لو اعتبرنا الوضعية العادية للتابلت هي الرئيسية، فسنجد زر الطاقة في الأعلى وأزرار خفض ورفع الصوت على اليمين. على اليسار مدخل شريحة الاتصال، وفي الأسفل مدخل الشحن من نوع سي. توجد أيضا 6 مخارج للصوت موزعة بجانبي الأعلى والأسفل و4 ميكروفونات. ختاما في هذا القسم، انطباعنا تجاه التصميم كان مرضيا بدرجة كبيرة. الوزن الخفيف ونحافة الجهاز والتصميم الفخم وحتى المصنعية المتينة تجعل ميت باد برو يأخذ علامة كاملة في التصميم والمصنعية. الشاشة والصوت: ما قلناه عن الاستغلال الذكي للواجهة ينعكس بوضوح عند التعامل مع الشاشة. لوحة أوليد الكبيرة ذات مقاس 11 إنش تستغل 92% من نسبة الواجهة، مع دقة عالية تبلغ 2560 في 1600 بكسل. هذه الأرقام كلها تترجم لبيئة عمل مريحة للمستخدم للتعامل مع المعلومات والمهام المعروضة على الشاشة. الاستحواذ الكامل على الواجهة يجعل التعامل مع المهام المتعددة والنوافذ المقسمة أكثر راحة وسلاسة. كذلك المهتمون بتحرير الصور يستمتعون بجودة عرض ممتازة بفضل الألوان الواقعية والواضحة. الشاشة قادرة على عرض 1.07 مليار لون بدرجات مختلفة، كما تستجيب للمسات القلم الضوئي بسلاسة وبتأخير غير ملموس أثناء الاستخدام. قدرات الشاشة تمتد حتى لمحرري الفيديوهات. العاملون في هذا المجال يستطيعون عرض أعمالهم ومعاينتها والتعديل عليها بسلاسة في العرض بفضل معدل تحديث تردده 120 هرتز. وجودة الشاشة لن تتأثر بإضاءة الشمس. السطوع البالغ 600 شمعة يحافظ على وضوحها حتى في البيئات المفتوحة. الشاشة مناسبة لكل أنماط وأنواع الاستعمال. لم نواجه أي مشكلة أثناء تجربتنا. صحيح أنها أصغر من نسخة السنة الماضية، لكن هذا انعكس بالإيجاب ونتج عنه رفع دقة اللوحة. أما بالنسبة للصوت، توجد 6 مخارج صوت موزعة على جوانب الجهاز مع دعم صوت السيريو. النتيجة صوت بجودة عالية ونقاء واضح مع ترددات أقل. مشاهدة الفيديوهات والأفلام ستكون تجربة ممتعة بفضل نقاء الصورة وحتى الصوت. ونفس الأمر بالنسبة للألعاب، التأثيرات الصوتية والموسيقى الحماسية تصبح أكثر واقعية مع طريقة توزيع المخارج والقوة التي تصدر من كل جهة. حتى وإن كانت وضعية مسك الجهاز أثناء اللعب تستدعي تغطية بعض المخارج، فإن باقي زوايا الجهاز تفي بالغرض وتؤدي دورها على أكمل وجه. الأداء:
يختلف نوع المعالج المعتمد بالجهاز حسب منطقة التوفر. النسخة التي بين أيدينا تعمل بمعالج سناب دراجون 870، وفي مناطق أخرى بسناب دراجون 888. وبالنظر لتاريخ صدور المعالج فهو قديم نسبيا، وصدرت بعده مجموعة من الشرائح القوية والممتازة كالجيل الأول من سناب دراجون 8 وسناب دراجون 8 بلس. لكن بغض النظر عن تاريخ الإصدار، المعالج نفسه ما زال يقدم أداء ممتازا تحت أشد الاستخدامات والمهام المكثفة. أثناء تجربتنا نادرا ما واجهنا تشنجات بالنظام أو تأخرا بالاستجابة، وهذا راجع أيضا لخيار الرام البالغ 8 جيجا بايت مرفق بسعة تخزين 128 جيجا بايت. ولمن يرغب في تشغيل الألعاب، فإننا قمنا بتجربة أسفلت 9 على أعلى خيار من الرسوميات، والنتيجة كانت إيجابية، لا يوجد أي تقطيع في الإطارات أو تشنج. واوي أيضا عملت على الحد من مشكلة ارتفاع درجة الحرارة أثناء اللعب. هاردوير الجهاز أتاح مساحة كبيرة من غرف التبريد من الجرافيت للحفاظ على الحرارة، وهكذا ستستطيع اللعب لساعات طويلة واستخدام التابلت لساعات أكثر بنفس الكفاءة والأداء السريع ودون مشاكل. النظام: التابلت يعمل بنظام هارموني 3 الحصري لأجهزة هواوي. الأخيرة أجرت عدة تعديلات على واجهة النظام ليناسب هوية التابلت في تعدد المهام والعمل في عدة نوافذ بسلاسة ودون مشاكل أو تشنجات. تجربتنا للنظام كانت إيجابية بشكل كبير. النظام ذكي ويفهم ما يريده المستخدم، لذا دائما يقدم أنماطا مختلفة من تقسيمات الشاشة لعرض المعلومات والرسوميات المرادة بالطريقة المناسبة لك. يمكن الآن تقسيم الشاشة إلى 4 نوافذ منفصلة، كما يمكن الاستفادة من خاصية النوافذ العائمة لمشاهدة الفيديوهات على سبيل المثال، والعمل على تطبيقات أخرى منفصلة دون أي تشتت. النظام كذلك أعاد تصميم الصفحة الرئيسية والتي تضم التطبيقات المفتوحة بكثرة من طرف المستخدم ليدخلها بلمسة واحدة. ذكاء النظام يستمر ليصنف التطبيقات ويعيد تم وضوعها في الصفحة حسب لون الأيقونة أو دور التطبيق. وعلى هذا المنوال الملحقات أو ما يعرف بالويدجتس هي الأخرى حظيت بحصتها من التحسينات. وجدنا مجموعة من الملحقات المفيدة لاحتياجات المستخدم. طريقة العرض والنوافذ الخاصة بها هي الأخرى تطورت لتكون أكثر عصرية ومريحة للعين، مع ميزة المجموعات الجديدة التي تسمح بجميع التطبيقات والملحقات في مجموعات خاصة على حدة. في الأخير كان لابد من ذكر سوبر ديفايس، اللغة الخاصة بهواوي في التواصل مع أجهزة الشركة بسلاسة والاستفادة من ميزة امتلاك عدة أجهزة من الشركة لتحقق إيكو سيستم ذكي. فإن كنت تستخدم عدة أجهزة من هواوي ستكون محظوظا جدا بالاستفادة من اتصال سلس بينها. متجر أب جاليري الخاص بهواوي أيضا تم تطويره وتعزيزه بمجموعة من التطبيقات والألعاب الأساسية لكل مستخدم. المتجر يضم جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي وآخر مثل نتفليكس وخرائط جوجل. هواوي لم تقف عند هذا الحد، الأخيرة حسنت لغة التواصل والاستجابة بين النظام والجيل الثاني من قلمها الخاص M Pencil. القلم أصبح أسرع من الجيل الأول بالتقليل من مدة الاستجابة أثناء الرسم والكتابة بخط اليد. التواصل بين النظام والقلم يمتد ليصل حتى لنمط تقسيمات الشاشة والمهام المتعددة. على سبيل المثال، عند التعديل على صورة معينة في نافذة وتريد تطبيق نمط ألوان خاص عليها بصورة موجودة بنافذة الثانية، لمسة واحدة كافية لتنقل نمط الألوان. نفس الأمر لنسخ ولصق النصوص والصور بإيماءة بسيطة بالقلم، يمكن نقل المعلومات من نافذة لأخرى. الكاميرا: قبل التعمق بالأرقام وتفاصيل وحدة الكاميرات المضمنة في التابلت، يجب الاتفاق أن مستخدمي الأجهزة اللوحية عامة وبنسبة مرتفعة نادرا ما يحتاجون الكاميرا الخلفية. بالمقابل الكاميرا الأمامية تكون أولى وأحق بالدقة الأعلى، لأن المستخدم يحتاجها في إجراء المكالمات المرئية والاجتماعات عبر الإنترنت. هواوي في هذا الجانب قررت الموازنة وعدم تفضيل جهة عن الأخرى، فأدرجت كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة 1.8، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.2 للصور ذات الزاوية الواسعة. وبالأمام كاميرا سيلفي تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل بفتحة 2.2. في جيل سابق من السلسلة تواجدت عدسة TOF 3D لحساب العمق، تخلت هواوي عنها في هذا الجيل، أمر يمكن تجاوزه وغض النظر عنه لعدم اهتمام محبي التصوير باقتناء هذا النوع من الأجهزة. الكاميرا الخلفية تستطيع تسجيل فيديو 4K بتردد 30 متر في الثانية. ممكن القول عن الكاميرات أنها جيدة بالنسبة لمستخدم جهاز لوحي. الكاميرات لن تعيدك بصور بدقة عالية وألوان حقية ساطعة، وهذا متوقع من جهاز لوحي، لكن ستعيدك بمكالمات مرئية واضحة وإيصال الصورة بأحسن جودة، وميكروفونات تستقطب الصوت بنقاء للطرف الثاني بفضل عزل الضوضاء باستعانة بالذكاء الاصطناعي. ولو أننا كنا نتمنى عدسة ألترا وايد واسعة في الأمام كما هو الحال مع جالاكسي تاب S8 ألترا،
ليتمكن المستخدم من الاختيار بين النمط الفردي والجماعي. الاتصال. التابلت كأغلب الأجهزة اللوحية الأخرى يأتي بنسختين، نسخة داعمة فقط للواي فاي تدعم اتصال بلوتوث 5.2 ونسخة أخرى LTE تدعم شريحة الاتصال واتصال بلوتوث 5.1. البطارية والشحن. تبلغ ساعة البطارية في التابلت 8300 ملي أمبير بعد أن كانت بسعة 10050 ملي أمبير في إصدار السنة الماضية. ومع ذلك حسب تجربتنا وبعيدا الأرقام التسويقية، فإن الجهاز نجح في الصمود لما يقارب 8 ساعات من الاستخدام المتواصل مع شاشة شغالة على أكثر من تطبيق ولعبة. هذه المدة من وجهة نظرنا جيدة وتتترجم لأكثر من يوم عند استخدام الجهاز فقط عند الحاجة في مشاهدة الفيديوهات أو العمل في مشروع معين. البطارية تدعم وأيضا الشحن السريع بقدرة 66 واط، لكن الشاحن المدرج بالعلبة قدرته لا تتجاوز 40 واط، وبالتالي هي بالواقع أسرع من بعض المنافسين. وبالنظر للأجهزة الحديثة التي تأتي بدون شاحن بالعلبة، فنقطة كهذه تحسب لصالح هواوي. التوفر والسعر. سعر نسخة 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت خيار الواي فاي تبلغ 2299 ريالا قطريا، أي ما يقارب 630 دولارا أمريكيا. السعر يختلف حسب مناطق التوفر وخيار الرام وذاكرة التخزين ونسخة الواي فاي أو LTE. يمكنكم طلب المنتج من الرابط الموجود أسفله في الوصف للحصول عليه عند التوفر. الجهاز يوفر مجموعة من الإكسسوارات الإضافية، لعل أبرزها لوحة المفاتيح، والأخيرة يتم توصيلها عن طريق البلوتوث لتستطيع الكتابة عن طريقها بسرعة عن بعد وبدون الحاجة أن تكون متصلة فيزيائيا بالتابلت. يوجد أيضا غشاء جلدي مع مكان خاص لوضع القلم ولوحة المفاتيح. كل هذا يمكنك طلبه مع التابلت، لكن طبعا ستضطر لدفع ثمن كل قطعة على حدة. أعجبنا ولم يعجبنا. أعجبنا: تصميم جذاب وفخم، شاشة ممتازة ومتكاملة، أداء قوي، نظام تشغيل ذكي ومطور للمهام المتعددة، نظام تبريد للحفاظ على درجة حرارة الجهاز، دعم القلم، سبيكر قوي، وجود شاحن سريع داخل العلبة، سعر أقل من المنافسين. لم يعجبنا: لا وجود لمدخل سماعات 3.5 ملم، لا وجود لعدسة واسعة بالأمام، عدم وجود عدسة حساب العمق بعدما كانت موجودة بالإصدار السابق، القلم الضوئي غير موجود داخل العلبة، بطارية بسعة أقل من الإصدار السابق. رأي رقمي: هواوي ميت باد برو هو ذلك الجهاز المتكامل والذي يقدم كل ما يحتاجه المستخدم دون أي إفراط بالمواصفات الخرافية والأرقام التسويقية. شاشة أوليد ممتازة لمشاهدة الأفلام وعرض المحتوى، أداء قوي للمهام المتعددة والعمل على المشاريع، ممزوج بنظام ذكي من الشركة يفهم توجهات المستخدم مع بطارية تصمد معك لساعات طويلة. صحيح أن إصدار 2021 كان بأرقام أعلى على مستوى سعة البطارية والشاشة، لكن جاء ذلك على حساب السعر الذي خفضته الشركة ليصبح بمتناول المواطن العربي البسيط.